أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر الأعزاء مع الفيديو التعريفي بمادة تاريخ الأردن مع معلمتكم مي بنات، معلمة مادة تاريخ الأردن للصف الحادي عشر. خلال هذه المادة أعزائي ضمن هذه السنة الدراسية سوف ندرس كتاب تاريخ الأردن للصف الحادي عشر الذي يتناول أبرز ما مر على الأردن من أحداث تاريخية وما قام على أرضه من حضارات وما تعاقب عليه من دول وممالك منذ العصر الحجري قديما إلى العصر الحالي وما طرأ عليه من تطور ونهضة في كافة مجالات الحياة وما كان للهاشميين من دور محوري في تاريخ الأردن وإحداث نقلة نوعية في مسيرته الإنسانية والحضارية والتنموية وذلك بهدف إثراء ثقافة الطالب عن وطنه الأردن بما يعزز انتماءه لوطنه وولائه لقيادته الهاشمية وفخره بما تحقق من إنجازات وقد ركز كتاب تاريخ الأردن على توظيف المعارف والمهارات التي يتعلمها الطلبة في تعزيز مفهوم الولاء والهوية وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة باستخدام أسلوب حل المشكلات والتفكير الناقدي لإعدادهم للحياة. جاء كتاب تاريخ الأردن أعزائي في 7 وحدات على النحو الآتي. الوحدة الأولى: الأردن في العصور القديمة. تضمنت الوحدة الأولى الأردن في العصور القديمة الفصل الأول الذي يتحدث عن الأردن في عصوره الحجرية أما الفصل الثاني بعنوان الممالك العربية القديمة في الأردن بينما الفصل الثالث الفترة اليونانية والرومانية في الأردن بعد ذلك أعزائي سوف ننتقل إلى الوحدة الثانية بعنوان الأردن في صدر الإسلام سندرس أكثر العصر الراشدي والأموي خلال الوحدة الثانية أعزائي سوف ندرس الفصل الأول مكانة الأردن الدينية وانتشار الإسلام فيه أما الفصل الثاني الفتوحات الإسلامية في الأردن وموقف القبائل العربية منها بينما سندرس في الفصل الثالث الأردن في عهد الدولة الأموية انتقالاً إلى الوحدة الثالثة بعنوان الأردن في العصر العباسي وحتى نهاية العصر المملوكي في الوحدة الثالثة أعزائي الطلاب سوف ندرس الفصل الأول بعنوان الأردن في عهد الخلافة العباسية بينما يتناول الفصل الثاني طريق الحج الهاشمي وأثره في الأردن والفصل الثالث الأردن أثناء الحملات الفرنجية بينما يدرس الفصل الرابع الأردن في العصرين الأيوبي والمملوكي
ويدرس الفصل الخامس الحياة العلمية والثقافية في الأردن عبر العصور الإسلامية. أما عن الوحدة الرابعة أعزائي الطلبة بعنوان الأردن في العهد العثماني، خلال الفصل الدراسي الثاني سوف تكون الوحدة الرابعة في فصلها الأول بعنوان الأردن في عهد الدولة العثمانية عام 1516 إلى عام 1916. أما الفصل الثاني فيدرس الأردن وحركة النهضة العربية. بينما تدرس الوحدة الخامسة تحت عنوان الثورة العربية الكبرى، تدرس في فصلها الأول الثورة العربية الكبرى، أما في فصلها الثاني فتدرس المؤامرات الدولية على مشروع الدولة العربية، بينما يهتم الفصل الثالث بدراسة الأردن في ظل الحكم الفيصلي من عام 1918 إلى 1920 للميلاد. انتقالا إلى الوحدة السادسة بعنوان إمارة شرق الأردن، إمارة شرق الأردن في فصلها الأول سندرس نشأة الإمارة الأردنية عام 1921 للميلاد، أما الفصل الثاني نظام الحكم والإدارة في عهد الإمارة، بينما يدرس الفصل الثالث تطور الحياة السياسية والتشريعية في عهد الإمارة. عن الوحدة السابعة أعزائي بعنوان الجوانب الحضارية في عهد الإمارة الأردنية، هذه الوحدة تبدأ بعنوان الفصل الأول الحياة الاجتماعية، ثم الفصل الثاني الحياة الاقتصادية، ونهاية مع الفصل الثالث الحياة العلمية والثقافية. بينما تدرس أعزائي الوحدة السابعة بعنوان الجوانب الحضارية في عهد الإمارة الأردنية، قد نتساءل أعزائي عن طبيعة المادة وكيفية دراستها. هذه المادة تعتمد على كتاب الوزارة كما أسلفنا، وبالتالي فهي مكتظة بالمعلومات التاريخية كما تعلمون بطبيعة المواد الاجتماعية، تحتوي على الكثير من المعلومات والبنود التي تتطلب حفظا في معظمها وفهما في بعض الجوانب. تسهيلا ونوعا من التنويع في استراتيجيات تدريسنا، لن نعتمد فقط على ما يدعى بالورقة والقلم أو الاختبارات الروتينية،
بل سيكون لدينا الكثير والعديد من الأنشطة ضمن الأنشطة البحثية التي تعتمد على بحثكم عن معلومات معينة ومحددة حول موضوعات دراستكم، وسنعتمد أيضا على خصائص العرض التقديمي التي ستقدمونها بأنفسكم، وسنعتمد استراتيجيات العمل الجماعي في كثير من دروسنا وفي كثير من تقييماتنا، وهذا من شأنه أن يسهل عليكم دراسة هذه المادة والتفوق في مجالها إن شاء الله. ولن ننسى أن اهتمامنا بهذه المادة هو اهتمام بالروح الوطنية والانتماء إلى الوطن وتعميق معرفتنا لتاريخ أردننا الحبيب. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أرجو لكم التوفيق في نطاق هذه المادة بشكل خاص وفي حياتكم العلمية والمهنية مستقبلاً إن شاء الله. أشكر لكم حسن تواصلكم واستماعكم.